السلام عليكم أصدقائي جميعا، كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. رجعت لكم اليوم من جديد وبهذا الفيديو في عنا أكثر من موضوع، فخليكم معنا ولا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل شيء جديد. مبدئيا يا إخوان، وصلنا إلى ليفل 80 على كيو باور، إن شاء الله بالكت بنرفعه إلى ليفل 81 ضمن هذا الفيديو، فخليكم معنا. وإن شاء الله يا إخوان راح أوصل الإطار اللي هو دايموند، الإطار الأزرق، طبعا الإطار الماسي الأخير بلاك دايموند، هذا هو أجمل إطار أنا شايفه، وإطار جميل جدا. إن شاء الله راح أوصل على هذا الإطار. تمام، خليكم معنا. كمان في عنا عصاية، راح نشوفكم هاي العصاية، نشوف شو رأيكم بهاي العصاية وكيف أداء هاي العصا. خلينا نشوف هاي العصا يا إخوان. هاي هي العصا، مثل ما انتم شايفين هاي قوة العصا. بعدين هذا تنطينا 420 كاش، تعطينا 200 نقطة للكيو باور، واحنا لازمنا نقاط للكيو باور، بدنا نرفع الكيو باور. تمام، خلينا نشوف اداء هاي العصا. خلينا نشتريها ونقول يا رب. وهاي عملية الشراء، وهاي اشترينا 420 كاش كوينز، وكمان تعطينا 200 نقطة صندوق ليجندري، يعني نوعا ما جميلة. خلينا نرجع نروح نشوف هاي العصا بشكل كامل. هاي العصا يا اخوان، شوفوا لمعتها، اطارها حلوة جدا. شوفوا لمعة العصا يا اخوان، شوفوا الاضوية اللي ضايفينها على هاي العصا، اللمعات جميلة جدا. يعني انا برأيي هاي العصا فعلا جميلة جدا. وهي هي العصا قوتها اول ما بتشتري. تمام، هيك احنا ما راح نخلي العصا، وما بدنا نستفيد من نقاط الكيو باور، وبدنا نمكس هاي العصا. خلينا نشوف العرض يا اخوان. هذا هو عرض العصايا. واو، حق عرض العصايا كل ترقية لإلها بحق سعرها، يعني كم سعر العصايا بسعرها نفسه بترقي هاي العصا. طبعا مش لف المكس، بدك تشتري اكثر من مرة. طيب خلينا نشتري اول ترقية، شو بتعطينا اول ترقية؟ 320 كاش واربع قطع جولدن سبين 5. طيب خلينا نروح على العصا لناخذ اول ترقية لإلها. هاي صارت ليفل 2، اول حبتين من فوق اعطونا اياهن، جميل جدا. بعدها الترقية اللي بعدها، طبعا بدنا اشتريت اكثر من مرة العرض الترقيات، بس ما بدنا ندخل مواضيع طويلة، اهم شيء الفكرة عن هاي العصا. تمام، وهي كمان 200 نقطة لكيو باور، صارت عندنا العصا ليفل 4. هسه سكرت من عنا من فوق، ظل عنا بس الوقت اللي هو القسم الاخير اللي من تحت، هذا مهم جدا الوقت يا اخوان بالعصا. يعني بالعصا في عندكم موضوعين مهمات فيهن كثير، اللي هو السبن والوقت، اهم اشي بالعصا. صارت عندنا ليفل 6 وهاي اخر قطعة لإلها. اعطوني رأيكم يا اخوان بهاي العصا بالتعليقات، شو رأيكم بهاي العصا ولمعتها وادائها. بعدها لازم نجربها هاي العصا يا اخوان، هسا نجرب هاي العصا نشوف ادائها بشكل كامل. تمام، كمان ارتفع عندنا الكيو باور، صار عندنا 80 واجته ترقية صار 81 ضمن هذا الفيديو. طيب خلينا نشوف شحن هاي العصا كم شحنها. جميل، 1250 كوينز، حلو حلو جدا والله. خلينا نروح على الكيو باور، وهاي اخذنا 100 كاش على 80، يعني بدنا حتى نوصل 95 تقريبا يا اخوان، يعني بدها بنك والله يا اخوان. طيب لازم نجرب اداء هاي العصا يا اخوان ونشوف ادائها. خلينا نشوف هاي الكسرة مع الخصم، يكسر ليفل 632. والله الجيم جميل جدا يا اخوان، لكن الكرات الصغيرة احلى من الكرات الكبيرة، لأن الكرات الصغيرة مسيطرة على البلاك. شايفين والله اختار الكرات الصغيرة، كفو عليك وربي، والله كفو عليك.
هسا احنا هين اذا اجينا اختارين الكرات الكبيره راح يكون البلاك عندنا وضعه صعب. وين بدنا نجيب البلاك؟ تمام، بدك تفكر البلاك وينك تجيبه. لان طاوله برلين تختلف، راح نختار الكرات الصغيره يا اخوان وندخل طابه الواحد، بحيث البلاك بالاخير لازم نجيبه وسط فوق. بعدها ندخل طابة الثلاثة، بعدين طابة اثنين، عندنا طابة الأربعة لازم كمان نخلص منها، قوية جدا ما شاء الله يا إخوان، فعلا قوية هاي العصر. بعدها طابة الأربعة يسار، تمام. انزلي 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 انزلي، كفو عليك والله كفو. بعدين طابة الستة، بحيث الخصم اللي هي الكرة البيضاء لازم يصير بعد طابة الخمسة باتجاه اليسار. بس 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 تمام، والله 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 100%. قدم السبن حتى يتقدم الخصم لقدام اللي هي الكرة البيضاء، حلو حلو حلو. البلاك وسط فوق، نفس ما فكرت وحسبت لهذا الموضوع. بعدها البلاك وسط فوق، رجع سبن شيء بسيط حتى ما ينزل الخصم لتحت، احيانا خصم يكون شيطاني يا اخوان. وهيك نقول له امعط امعط يا قلب. طاولة روما، خلينا نكسر ونقول بسم الله. لون العصا مثل لون الطاولة تقريبا، قريب على هاي الطاولة، حلو. خلينا نطلب منه ايبت جيم يا اخوان، خلينا نطلب منه ايبت جيم لنشوفه بيلعب معانا. بعدها خلينا نشوفه من وين هذا. لا يا عمري لا، هندي ولا يمكن. والله الهنود يغدرون يغدرون حتى بحالهم، يعني بشخصيته يغدر. يلا معطى معطى، خلنا نسحب الجيم احسن من هالسالفة. العمية يا زلمة قسم بالله يا اخوان، يلعب معاك بندات اخر شيء يسحب البلاك سحب عادي، بس غدر بغدر يعني، عينك بعينك يعني، شيء جريمة والله يا اخوان. بعدين ندخل طابة الستة والرجع سبن، يلا اطلع يطلع يا الاربعة، حلو انتهى الجيم والله انتهى الجيم. بعدين الواحد، طابة الواحد الاربعة ما لنا مجال، لا هاي خلها خلها ما بدنا ندخل. بعدين طابة الاربعة ترجيع على سبن، يا رب اثبت اثبت، تمام. الثلاثة يمين فوق، يا رب حلو. والله عندنا هاي طابة 13 مشكلة يا اخي، وين نجيب البلاك؟ طيب عندنا حركة، خلينا نضبط الكرة، الرجعة سبن، يا رب ان شاء الله بحركة 13. روحي 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 اللي ما يردك ان شاء الله. البلاك وسط تحت ولا يرد، المشكلة تقول له بيت جيم ما يرد لأنه ما بيلعب. امعط امعط، هذا موضوعنا يا اخوان بهذا الفيديو. بتمنى هذا الفيديو عجبكم، وان عجبكم لا تنسونا من الدعم من مشاركة ولايك، وربي يسعدكم جميعا، واكتبونا رأيكم بالفيديو بالتعليقات. كان معكم أخوكم أبو فيصل من سوريا، بترككم بأمان الله، السلام عليكم.